رحنا إلى وزير الشؤون دمج، حملتنا مع أنها حملتنا غير قانونية، يعني ما لها أصل قانوني ولكن أصل شعبي، والشعب هو أساس الدولة، الأمة هي أم السلطات، الأمة هي مصدر السلطات، الأمة هي التي تعطي السلطات الدافع والقوة والشرعية، جزاك الله خير أبو أحمد. فالله يجزاهم خير، وافقوا على العمل المشترك بيننا وبينهم، وخذينا الكينتات وخذينا الأوراق التبرعات، وبدت التبرعات تهل اللهم لك الحمد، ولكن ليست مثل التبرعات اللي تروح في دول أفريقيا ودول آسيا وأوروبا وبالجيوب بعضها طبعا، أنا ما بيقول الكل. والعمل الخيري موجود اللهم لك الحمد من بدت هذه البلد وتأسست العمل الخيري فيها إلى يوم الدين إن شاء الله.